هي ساعات ودع خلالها الأهل والرفاق في القوات اللبنانية باسكال سليمي. حشود غفيرة أتت من مختلف المناطق اللبنانية حاملة أعلام القوات وصور باسكال، لا لترثيه فقط بل لتؤكد أن المسيرة مستمرة. بغصة ودمعة كانت كلمة البطريرك الماروني الذي رأس رتبة الدفن، وأمام نعش ملفوف بالعلمين اللبناني والقواتي أكد الراعي ضرورة إيجاد حل نهائي لملف النزوح السوري. نحن أبناء لا خوف، من شان هيك ما منخاف وما راح نخاف حتى من ولكن من المؤسف أن يكون مقترفو هذه الجريمة من النازحين السوريين الذين استقبلهم لبنان بكل روح إنسانية، ولكن بعضهم يتصرفون بشكل غير إنساني ويرتكبون الجرائم المتنوعة بحق اللبنانيين وعلى أرض لبنان، وباتوا يشكلون خطراً على اللبنانيين في عقر دارهم. ومن معراب أطل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع متوجها إلى مناصريه وقت الخطر قويت، واعتبر أن المواجهة هي حقيقية وليست طائفية أو مناطقية، بل هي للانتقال من الواقع المرير إلى واقع جديد. مع كل هاللبنانيين الشرفاء مواجهتنا مستمرة تنوصل لهون بالتحديد، تمنعود كل 5 أو 10 سنين نتعرض لحرب من جديد، تما نعود نستحي بباسبورنا اللبناني قدام العالم، تما نضل موسومين ببلد الإرهاب والكبتاجون، تما يضل عنا عمليات اغتيال وقتل وخطف مثل ما صار مع باسكال، تيصير عنا حدود معروفة محروسة مضبوطة مش إنه سيارة مليانة مجرمين معهم جبت الشهيد تقدر بها البساطة تقطع بين لبنان وسوريا. يمكن كتار هون عم بيسألوا طيب وهلأ شو؟ الجواب كتير بسيط وكتير واضح، وقت الخطر قوة. النائب زياد حواط كان حريصا على نموذج بيل وعلى العيش المشترك بين أبنائها، واستفاض في كلمته حول ملف النزوح السوري مطالبا بعودة النازحين فورا إلى بلدهم. بدنا نعرف كمان، وهيدا برسم كل الأجهزة الأمنية، كيف عربية بتسرح وبتمرح فيها شهيد من الخير بلا سوريا والدولة وأجهزتها آخر من يعلم. موضوع النازحين أساسي ومهم ولازم نعالجه ونقربه بشكل حازم ونهائي. النازحين لازم حتما يرجعوا عبلادهم وسريعا. خبزنا بطل يكفي شعبين، اقتصادنا بطل يكفي شعبين، بنيتنا التحتية ما بتحمل شعبين. وسط التراتيل الدينية والأغاني الحزبية ودعت ميشلين وأبنائها باسكال. ووسط هتافات وغضب ودعت القوات منسقها في جبيل. يا حبيبي